طبعا غلا بعض المتأخرين قالوا من كان فيه 99 سنة وبدعة واحدة يقال فيه مبتدأ، لم تشفع له 99 سنة أن يسمى سنيا وإنما يسمى مبتدعا. طبعا لو قالوا هذا الكلام فيها مشكلة. يعني ولنأخذ مثالا حديث إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. هي دي عايدة على مين؟ عايدة على الله ولا عايدة على آدم؟ يعني على المخلوق، يعني على المضروب. ايه رأيك في الكلام ده؟ شوف يا سيدي، انا اقول لك هناك حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. الحديث ده ضعيف، ضعفه ابن خزيمة في كتاب التوحيد إمام الأئمة، ضعفه بثلاث علل، وهو فعلا ضعيف معلل لا يصح، ولو صح لكان قاطعا للنزاع، فحد شيء ضريبا تأويل ثاني. لكن الإمام أحمد قال من أعاد الهاء، هاء الضمير، على المضروب فهو جهمي. يبقى مع ذلك ان احنا نأتي على امام الائمة، ده لقب للساري امام الائمة وهو محمد بن اسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح انه العلي مبتدع، نقول هذا. ما هو يقول بهذا ابن خزيمة، واحمد بن حنبل يقول من اعاد الضمير على المضروب فهو جهمي. طب انت هتأولها ازاي؟ قال لك هذا كسائر صفاته تبارك وتعالى، عادي لا تقبل، لا نؤولها ولا نعطلها ونسلم لمعناها كما سلمنا لمعنى باقي الصفات. تمام، ده رأي الإمام أحمد بن حنبل ورأي جماعة الحنابلة. ويبقى ابن خزيمة الذي كان يعظم أحمد ويأخذ بأقواله رحمة الله عليه يبقى جامي، لو اعتبرنا ان من كان فيه بدعة واحدة وفي 99 سنة يصير مبتدعا، يبقى يلزم هذا القائل ان يبدع ابن خزيمة. ولها نظائر حقيقة الامام الذهبي رحمة الله عليه ذكرها في سيرة اعلام النبلاء.